الرادار. في الرادار باش نتحدثوا ولا باش نتبعوا مباشرة اليوم العالمي للجودة، هلا سيمينار اللي قاعد صاير بمناسبة اليوم العالمي للجودة. لهنا نحكيوا تحديدا للناس اللي تسمع فينا الجودة، باش نتحدثوا على أدوات الجودة، آليات الجودة اليوم لحسن تسيير المؤسسة. ناخذوا فكرة على اليوم هذا ياكل المدخلين كل المواضيع، ونفسروا فاش تنجم تتمثل أدوات الجودة اللي تهم تسيير المؤسسة. مع سي زهير مراكشي المناسبة السق العام وخبير دولي في المواصفات والجودة والسلامة والبيئة، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي زهير. صباح النور. مشكور جدا على التدخل معنا. إذا أنت تنضم لنا مباشرة من اليوم العالمي للجودة، اليوم خلينا ناخذ معك فكرة على هالبادرة هذية اليوم، شكون موجود فيها، أهم المواضيع التي ستطرح، وخاصة الهدف من هاليوم هذية اليوم العالمي للجودة. نعم، بارك الله فيكم على هالاستضافة. ثم اليوم اليوم العالمي للجودة هو تحتفل به المجموعة الدولية كل سنة، يعني يوم الخميس الثاني من كل شهر نوفمبر. وارتأت معناها على المستوى العالمي ارتأوا أنه نحكيه على موضوع أدوات الجودة، علما وأن نحن نحتفل في تونس منذ سنة 2010 باليوم العالمي للجودة باستمرار. فأدوات الجودة اللي هو موضوع الملتقى هذا أو اليوم العالمي للجودة، وفرنا له مجموعة من الخبراء، زوج من إنجلترا ومحاضرة من فرنسا ومن الجزائر وواحد من تونس. وإحنا خيرنا السنة أن نستدعيه المدرسة الإنجليزية أساسا، وللناس المتشبع بالمدرسة الإنجليزية للجودة حتى يعطيونا التجربة بتاعهم، مثل ما قبل استدعينا الجانب الياباني والفرنسي وغيرهم من المدارس. اليوم نحكي على أدوات الجودة، لذلك مهم الجودة، مهم أن نعرف في البداية أولا ماذا نعني بأدوات الجودة. نعطيك مثال بسيط جدا، أنه أنت عندك الآن تعمل وثيقة استمارة توزعها على 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 حرفاء مثلا بخصوص مدى رضاهم على رضاهم على المنتوج وعلى خدمات المؤسسة. هي المعطيات موجودة، هي المعطيات الإحصائيات موجودة، ولكن كيف يمكن استغلالها في أدوات باش حتى تقدم؟ ما يكفيش أنك عندك الإحصائيات تقول أنا عندي 20 مش راضيين كذا، ثم عندي 50 راضيين تماما، ثم ناس ما مش راضيين، هي كيفاش تقدمها المعلومة هذه؟ فيلزم أدوات جودة. أدوات جودة مستحثة توا حاليا، وهي تقريبا المؤسسة العالمية خرجت سنة 2021 وإحنا بدينا نطبقوا فيها سنة 23، فتعطينا آليات لخدمة المؤسسة ولخدمة المصالح نتاعها ولخدمة الحرفاء. هي 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 آليات تساهم وتساعد في تقبل المعلومة، لأنه اليوم شباب اليوم وإطارات اليوم لا يقرؤون، وبالتالي لابد من توفير آلة أدوات في الألوان وفي الأشكال وفي جداول واضحة حتى توصل المعلومة بسهولة وفي أقرب الأجل. آخر أدوات الجودة المستحثة اللي قاعد معمول بها توا سي زهير؟ احنا تو على العديد، مثلا كي نحكي على مخطط البياني لإيشيكاوا، هو مخطط البياني للاسباب والمسببات. عندنا مثلا مشكله في المؤسسه، مثلا عندنا مشكله معينه، نقول مثلا يعني كثره الحالات عدم المطابقه في المؤسسه مثلا، فنحبوا نعرف علاش. دونك مخطط البياني لإيشيكاوا يحدد لك شنو هي الاسباب والمسببات، ويعطيك الاسباب ان هي في اللغة الفرنسية هما خمسة أسباب، هما نسميهم 5 أم، وهي لا مان دوفر، لا ماشين، لا ميثود دو ترافاي، لو ميليو، إي لا ماتير بريمير. نشوفوا كل سبب أصلي هذا وين الإشكاليات نتاعو، باش في الأخير احنا نخرج بالمشكلة الأساسية ونقدم منها الحلول اللي ترضي الجميع والناس كل تقدر باش تطبقها. هذا مخطط بياني بسيط جدا، ولكن هناك العديد من البيانات، راهو هناك العديد من المخططات. انت والمجال، معناها مثلا مجال الخدمات، الاليات اللي نستعملوها مش كما نستعملوهم في مؤسسات الانتاج مثلا، او مش نفس المخططات اللي نستعملوهم في فندق معين مثلا. يعني كل المؤسسات لها نوعية من المخططات التي نستعملها. معناها اليوم بمثابة التعريف بأهمية منشيرة أهمية أدوات الجودة واستعمالها في المؤسسة، وفيش يتمثلوا أدوات الجودة اللي تنجم تساهم في حسن تسيير المؤسسة، باش تصير متابعة اليوم هذايا، معناتها إلى أي مدى يتم اعتماد الخلاصة ولا ثمرة اليوم هذايا، باش تصير متابعة معناها منكم؟
بطبيعه الحال احنا مش نقوم باليوم وخلاص، بعد حتكون فيه يعني مداخلات، حتكون فيها متابعات في المؤسسات، ناخذ مؤسسه مؤسسه بطبيعه الحال، المؤسسه التي تريد والتي تقدم نفسها حتى نقدم لها المشروع هذا نتاع المواصفه ويقع. ثم احنا عندنا امتيازات راهو على الصعيد الوطني في نطاق برنامج التاهيل، نجم ياخذوا معناها من ناحيه الى غادر باش ينجموا يوفروا هذه الاليات بسهوله. احنا اليوم قادمين في تونس وهذا يلزمنا نمشي له، ما عندناش خيار في ذلك، يلزمنا نمشي في لو زيرو بابي، صفر اوراق. انتهى عهد الورق، اليوم نحن نعيش لا ديجيتاليزيشن، الرقمنه. يلزم كل شيء يمر عن طريق الرقمنه، يمكنك انك معناها تباشر المعلومات نتاعك والمعطيات والاحصائيات وادوات الجوده مباشره في جوالك في اي مكان كنت. واحنا اليوم نعملوه، يعني انا اليوم في الجوال نتاعي انا كمسؤول في مؤسسه بالجوال نتاعي فيه التطبيق نجم نعرف العوالم نتاعي، نجم نعرف الاطارات نتاعي في اي مكان باش يشتغلوا في اي مؤسسه الى غير ذلك، وتلقى يقع تفاعل. فضروري انا دوما نطور رواحنا، راهو انا نشوف الجوال اليوم ماهوش قاعد يشتغل او نشتغل او نستعمله فيه في المجال اللي يلزمنا نستعمله فيه. اللي يلزمنا نستعمله. وانت تعرف معناتها. اي دونك مهم جدا ان المؤسسه التونسيه تدخل في عالم الرقمنه في اقرب الاوقات. مشكور جدا سي زهير مراكش المنسق العام وخبير دولي في المواصفات والجوده والسلامه والبيئه على كل هذه التوضيحات. الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام. احنا مازلنا مواصلين معكم فقراتنا في الشارع التونسي حتى ال11.